بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني وانغ يي الذي يزور القاهرة حاليا العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية إن الوزير شكري عقد جلسة مباحثات مغلقة مع وزير خارجية الصين. وأضاف المتحدث أن هناك شراكة استراتيجية راسخة وتنسيقا مشتركا نحو مزيد من التعاون بين مصر والصين. صرح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تثمن ما حققته الصين من تقدم وتتطلع إلى الاستفادة من التجربة الصينية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي أكد شكري أن العلاقات بين مصر والصين دائما راسخة وقوية، لافتا إلى تطرق مباحثاتهما الثنائية إلى عدد من مجالات التعاون المشترك. نستمر في السعي مواجهة التحديات المرتبطة بهذا، خاصة في مصر من حيث الرفض الكامل للنزوح المطالبة بوقف إطلاق النار الفوري لهذا الصراع العسكري على أرض غزة، توفير المساعدات بدرجة كبيرة. وهنا نشكر الصين على دعمها للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن 2027 الذي يتيح للأمم المتحدة أن تصبح المسؤول عن التحقق من المساعدات ويسرع من دخولها إلى قطاع غزة. سوف نستمر في التنسيق والتعاون للتعامل مع أساس القضية وهي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمنها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.